السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخ ايش حالكم؟ يا كل باس، ياك الخير. انا لي دركتي هالشهر زايد، شفت رؤيا وبيا تعذر اجباركم وصعوبته علي، ما عرضت عليكم وفقدني بيه رؤيا اللي فسرتوها النهارات، لين عرضها عليكم دارك جزاكم الله خيرا. كان هذا بعد صلاة الفجر يوم الأحد 16 فبراير، ورأيت أني أمشي مع جماعة كبيرة في الأرض، غير الأرض ما فيها مثلا منازل ولا فيها شيء، ميدان مفتوح والناس ماشية على نفس الجهة، وفوقنا النوم مرقب أسود، وفوقنا طيور تكاد تعم على السماء كاملة، فيها شي صغير وفيها شي كبير، حتى نسمع صوت جناحي به متن الكبر. الناس ماشية وانها تقول عن هذا هو آخر فصول الدنيا، ان هذه آخر الدنيا، وماشيين على نفس الجهة، والناس خايفة. وانا مرينا على مكان فيه نخل طويل وفيه صدر طويل من كبر طوله عنه، من طوله عنه يمنع شي من الطيور عن الطير، تم طير ماشي طاير لين يتعارض له نخلة ولا صدراي يطيح ويموت، وعاد تحت تنشر فيها الطيور ميتة. تمينا ماشيين تخطينا جبل، حقنا من البحر، والبحر ممصوص في الحلم قاع، هو أنا نقول إنه البحر غير هو اللي كيف يتنهر ولا ضايع، نصها ممصوص ونادي عاقب له الماء، وناس ماشية متخطيته. وفي ذاك كنت أنا ماشية أني تقدمت عن الناس، وبما رجعت على أحد مكان ماشي منه جريان الماء بين حجرين، وني سمعت صوت، وأنه كأنه صوت الله سبحانه وتعالى، أنه يقول عن هذه المحنة والله هذا الهول سينجو منه 4 أصناف: أولا المجاهدون في سبيل الله، الصابرون، والاثنين أنا ما تيت متفقدتهم، وعيت متفقدتهم يا غير ما تيت متفقدتهم، ما نعرف كان الثالثة قالها القيام دي الله أعلم. إني بعد المهم إني مشيت شور أخواتي، وإني قلت لهم المشهد، قلت لهم عني الله سبحانه وتعالى قال أن هذه المحنة وهذا الهول لن ينجو منه إلا 4 أصناف، وهي الأصناف اللي ذكرت لكم جزاكم الله خيرا.